مناسبة أليمة تحولت إلى عمل اجتماعي ثقافي بيحمل أهداف مؤسسة مخزومة لحافظة عمر السنوات على الالتزام بالتنمية والنهوض الخدماتي للمدينة وأهلها. 20 سنة على تأسيس مؤسسة مخزومة تزامنت مع مرور 40 سنة على رحيل رامي فؤاد مخزومة، وبهالذكرى أرادت المؤسسة إنشاء مقعدين من الموزاييك على كورنيش المنارة بيحملوا اسم نجل رئيس المؤسسة وبخلدوا ذكراه. العمل اللي بنعمله انه نقوي المجتمع يوقف على اجري، ما يعني هيدا اهم شيء انه ما يحتاجوا حدا، هيدا هدفنا. وانا بعتقد يعني العمل التطور كتير مهم، انه صحيح 20 سنة بس كل سنة في شيء جديد. كلنا بنعرف الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي المجتمع عم يمرق فيه، الحمد لله اللي بوجود مؤسسة او مؤسسات مثل مؤسسة مخزومة، واكيد في مؤسسات تانية كمان اللي عم يجربوا يشتغلوا على هذا الموضوع. المؤسسة عم تكبر وعم تقوى، وفي نشاط من رئيسها ومن رئيستها، وفي مناسبة ما عم بيفرجوا النشاط لمصلحة بيروت ولبنان. لبنان ما قلنا غيره، يعني بقى على كل الأصعدة، يعني عم كل واحد بيقوم بمجهود حسب هو كيف بيقدر يساعد. فنتمنى انه المؤسسات تساند بعض وتكون كل لمصلحة المواطنين، والشعب اللبناني بحاجة لكتير، مثل ما بتشوفي في وضع كتير سيء. رامي فؤاد مخزومي كان حبه كبير لبيروت وصاحب رؤية لازالت بعد الوفاة تترجم من خلال مشاريع مؤسسة مخزومي، وبحضور سياسي ودبلوماسي واجتماعي احتفلت المؤسسة بعشرين سنة من النجاح والتقدم والتطور، وتاركة من خلال هالمقعدين بصمة ببيروت تحمل الطابع الخدماتي والاجتماعي. كان بالنسبة له رامي بيروت مدينته، بحب المدينة، بحب شعبها، بحب شبابها، كان هاد دائما يتمشى هون. بلنا مفروض بالاخر نضلنا نتذكره ونعمل هالمقاعد الموجودة هون، لأنه بصراحة لبنان حرزان وبيروت حرزان وتستاهل هالمواضيع كلها. فكرة حلوة كتير، ولذلك يعني تلاحظي ان الحضور حضور كبير وواسع، ويعني سفراء وسياسيين، ويعني ذكرى عطرة. العمل الخيري يجعل الإنسان يبقى ذكره لدى مجتمعه ولدى شعبه. بس الحقيقة عرفوا اشتغلوا وأبرزوا لرامي الطموح، والحقيقة حلو تجميل لمدينة بيروت كمان. وهو فعلا كان دايما يمشي على المنارة ويحب الرياضة، فهيدي كمان شغلة كتير حلوة اللي سووها.